السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد وخبر من أجمل ما يكون. قبل بداية المقطع أشكر كل من نشر المقطع أو كتب كومنت، دعمكم هذا يعني للكثير فأشكركم جزيل الشكر، وحياك الله في بث اللعب مع المشتركين كل ويكند. يا ريت تفعل جرس التنبيهات في اليوتيوب وتشترك برضو في تويتش، لأن مرات أسوي البث في تويتش مرات في يوتيوب. لا تنسى تحط لي أيديك في الكومنت وتلعب معنا سواء فورتنايت أو ببجي قبل لا تنحضر ببجي. وبس نرجع لموضوعنا، سيرفرات عربية خلنا نسميها أو بحرينية بالأخص حاليا. والله يا جماعة الخير عندنا لاعبين كثير محترفين ولكن البنك ظالمهم، يعني أقرب مثال يا جماعة الخير مستر وانتد، ولا ما أنا بداخل في الحسبة. يعني أنا لي فترة هنزل مقاطع تحسن الايم أو تحسن البناء، في النهاية أنت تلعب على نفس اللاج أو على نفس البنك المرتفع. فالحين موضوع السيرفرات الجديدة راح يغير اللعب 180 درجة يا جماعة الخير. والله أن أتذكر في الكومنتات أن نزل واحد من الشباب كان يقول روقان، أتوقع كان يقول المشكلة مش في الايم، المشكلة في اللاج نفسه أو في البنج نفسه. طبعا للي ما يعرف وش معنى البنج، البنج بشكل سريع هو أو اللاتسي يسمونه بعض في بعض الألعاب، هو سرعة اتصالك مع السيرفر هذا، فكل ما قلت كل ما كان أفضل. يعني مثلا لو كانوا اثنين شخصين مقابلين بعض وكل واحد ماسك شتقن موجه على خشم الثاني واثنينهم طلقوا في نفس أجزاء الثانية مش في الثانية، لاحظ لأن البنك ينحسب بأجزاء من الثانية، واثنينهم طلقوا بنفس الوقت فالشخص اللي عنده أقل بنك راح يقتل الشخص الثاني، وهنا تيجي فائدة البنك. طبعا مثل ما تشوفون في الصورة هذه اللي هي TABAH اللي هو سيرفرات البحرين، راح يكون متوسط البنك عندك 18، يعني ما راح يأثر حتى لو كنت بالسعودية أو بالإمارات ما راح يكون الفرق كبير مثل ما حاليا تلعب بالسيرفرات الثانية، فيعتبر البنج جدا ممتاز. طبعا الاختصارات اللي قبل البحرين اللي هو TA يعني يقصد لك هذه الاختصارات معناتها السيرفر، يعني الجيم راح يكون باستضافة أي سيرفر، فالTA راح تكون باستضافة أمازون، أما TG راح يكون باستضافة الجوجل كلاود. طيب يا وانتد، في كثير ناس تكلمون على الموضوع هذا، ولكن متى راح ينطلق هذا السيرفر أو متى راح يبدأ؟ طبعا ما ودي أجيب لكم كيس من عندي، ولكن لأنه ما في خبر أكيد، ولكن غالبا عندما تنضاف الأمور هذه إلى ملفات اللعبة غالبا الشيء هذا يتطبق في التحديث الجديد اللي هو راح يكون 9.2 أو 9.3، ولكن الشيء الأغلب للأسف أنهم راح يأجلونه إلى الموسم الجديد اللي هو الموسم العاشر، وغالبا هذا شيء تحفيزي أن الناس مثلا يرجعون لهذا الموسم ممكن. فعلى العموم هذا كل شيء، أتمنى المقطع نال إعجابكم، لا تنسون تدخلون البث وتكتبون لي أيديكم في الكومنت، وشوفكم على خير إن شاء الله في مقاطع جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.